مرحبا شباب، يا رب الخير. وياكم دكتور كرار، تدريسي في كلية إدارة واتصال جامعة واسط. أي شخص تعامل مع جوجل فورم يعرف أنه من تكتب السؤال مثلا هنا ما يطلع لك أي شيء يخص التنسيق، يعني ما تقدر تسوي الستاتستكس بولد، ما تقدر تسويها ايتاليك، ما تقدر تسويها غامق، ما تقدر تسويها فاتح. هو هذا it is what it is. هو هذا نوع الخط اللي انت تكتب بيه. لحسن الحظ اكو ادون، اكو اضافة انت تنصبها باستخدام برنامج اسمه فونت ابجريد. هذا فونت ابجريد شي يسوي يمكنك باستخدام ال HTML tag اللي هي الاكبر والاصغر انه انت تحدد الكلمات اللي تريد تسويها بولد، تسويها غامق، والكلمات اللي تريد تسويها ايتاليك، حتى تخلي الطالب ينتبه عليها. هذا البرنامج يخدم بس اللغة الإنجليزية للأسف. فراح نشوف، أنا هنا أنا طبقت بعض الـ يعني استخدمته. شوف هسه كلمة ساينس هي بولد، كلمة ستاتستكس هي ايتاليك، كلمة بلوت هي بولد، كونتكست هي ايتاليك. فراح نشوف هذا شلون يصير. أول شيء هذا البرنامج يتنصب عن طريق الادون. تروح على ذن النقاط الثلاثة، تروح على الادون، تنتظر هنا يحمل. هنا راح تكتب فونت وتختار فونت ابجريد، بعدين هو هذا يجي علامته، تختار وتقول انستول، بعدين نيكست 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 ويشتغل. ال HTML tag هو بالضبط هذا، انه انت تخلي علامة الاصغر تخلي بي، بعدين بي يعني بولد، وعلامة الاكبر، وتخلي الكلمة اللي تريد تسويها بولد، وتخلي علامة الأصغر سلاش بي، بعدين تسد التاج بعلامة الأكبر. هسا نشوف شلون نشتغل. طبعا أنا اللي أسوي أنه أنا أضيف الـ HTML tag على كل الكلمات اللي أريدها تكون بولد أو تكون إيتاليك، بعدين أشغل البرنامج ويغير لي أهم كلهم سوية. راح نشوف شلون نشتغل. أسألت كلمة statistics يصير بولد، فأخلي علامة الأصغر واكتب حرف بي يعني بولد، وخلي علامة الأكبر، بعدين خلي كلمة بالنص أيضا أصغر، وخلي سلاش وبي وأكبر. أريد إيتاليك كلمة ديتا تصير إيتاليك أيضا، خلي هنا أكبر، ودوس حرف آي وأصغر أو أكبر. بعدين نجي هنا ودوس أصغر، وخلي السلاش وآي وأكبر. هسه بالضبط هو هذا التعبير، هذا اسمه HTML tag. هذا منصب البرنامج، أروح على الأدون، على Font Upgrade. شوف هالستة ما راح تلقي هنا، مرات من يضعف عندك النت فتسوي ريفرش للصفحة أو ريفرش للجوجل فورم مالتك، تروح مرة لاخ Font Upgrade وتدوس Font Update، راح يسوي working. تنتظر شوية وتروح على السؤال، شوف صارت statistics bold والديتا صارت italic. أتمنى استفادينا. نستخدم هذه كثير من أريد الطالب يركز على هذه المفردة بحد ذاتها. أتمنى لكم التوفيق.